بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 57. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ضيف هذا الدرس هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تبارك وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما ذكر الشيخ رحمه الله في الباب الذي قبل هذا نوعاً من أنواع العبادة وهو المحبة، ذكر في هذا الباب نوعا آخر وهو الخوف، لأن العبادة أنواع، ومنها المحبة، محبة الله سبحانه وتعالى، ومحبة من يحبه الله وما يحبه الله، وهو الحب في الله، حب الله والحب في الله ولله. ذكر في هذا الباب الخوف، وهو نوع آخر من أنواع العبادة. قال الله جل وعلا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذه الآية نزلت فيما حصل للمسلمين بعد وقعة أحد التي نكب فيها المسلمون واستشهد منهم من استشهد، فلما قفل الكفار إلى مكة بزعمهم أنهم انتصروا وأنهم انتقموا من المسلمين، تلاوموا فيما بينهم وقالوا: لماذا لا نستأصل بقية المسلمين، نرجع إليهم نستأصل بقيتهم؟ فأرسلوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مندوبا يخبره أنهم راجعون إليهم ليستأصلوا بقيتهم. فلما جاء الخبر إلى الرسول أو المخبر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر أصحابه الذين حضروا وقعة أحد أن يخرجوا وفيهم الجرحى، فخرجوا رضي الله عنهم ولم يتخلف منهم أحد بما فيهم من الجراح والمصيبة، خرج بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من تمام الامتحان للمسلمين، خرج بهم ونزل في مكان يسمى حمراء الأسد قريبا من المدينة، وعسكروا هناك ينتظرون المشركين. فلما بلغ المشركين مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأنهم ينتظرون وصولهم، عند ذلك خاف المشركون، قالوا: ما خرجوا إلا أن فيهم قوة. فانصرفوا إلى مكة، واصلوا السير إلى مكة ولم يرجعوا إلى المسلمين، كفى الله المسلمين شرهم. لكن بعد الابتلاء والامتحان والصبر الصدق مع الله سبحانه وتعالى، كفى الله المسلمين شرهم ورجعوا إلى مكة خائبين. وبهذا أنزل الله تعالى:
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. قال لهم الناس هو الرجل الذي جاء مندوبا من أبي سفيان إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يهدده لأنهم راجعون إليهم. قال لهم الناس إن الناس وهم أبو سفيان ومن معه من المشركين قد جمعوا لكم، جمعوا لكم القوة ليستأصلوا بقيتكم بزعمهم، فاخشوهم، اخشوا من المشركين وهابوا من المشركين لأن معهم قوة وأنتم فيكم مصيبة وفيكم جرحى وفيكم، اخشوهم فزادهم إيمانا، زادهم هذا التهديد إيمانا بربهم عز وجل وثقة به ولم يعبأوا بتهديد المشركين، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله أي كافينا الله، سيكفينا الله شرهم وسيحمينا منهم وسينصرنا عليهم. أحسنوا الظن بالله عز وجل، قالوا حسبنا الله. هم يهددون بما معهم من القوة ونحن نهددهم بالله عز وجل هو مولانا ونصيرنا ولن يتخلى عنا سبحانه وتعالى. حسبنا الله ونعم الوكيل الموكول والمفوض إليه أمرنا، بهذا اعتماد على الله سبحانه وتعالى، ومن توكل على الله كفاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. حسبنا الله ونعم الوكيل. جاء في الحديث أن هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار، لما ألقوه في النار وضعوه في المنجنيق وقذفوه، قال وهو مقذوف إلى النار حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله جل وعلا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حينما قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا أي رجعوا إلى المدينة بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. هكذا عاقبة الصبر والتوكل على الله والخوف من الله وعدم الخوف من الخلق، الخوف الذي يخذل عن الجهاد ويخذل عن القيام بأمور الدين، هذا خوف مذموم. انقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء، اتبعوا رضوان الله. هذه النتيجة، هذه نتيجة التوكل على الله وعدم الابتئاس بتهديد المشركين وقوة المشركين، لأن الله قوي عزيز سبحانه لا يعجزه شيء، من توكل عليه حماه سبحانه وتعالى. الشاهد من الآية أن الخوف نوع من أنواع العبادة، فلا تخافوهم وخافوني، هذا محل الشاهد من الآية، لا تخافوا من المشركين أو من غيرهم، خافوني، خافوا من الله وحده سبحانه وتعالى. نعم. وقال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. نعم. قال الله جل وعلا في سورة التوبة ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، فالله جل وعلا أمر المسلمين أن يجاهدوهم وأن يطردوهم من المسجد الحرام. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم
وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. والشاهد في قوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، أما المشرك فليس له ولاية على المساجد، بل ينبغي أن يزاح، يجب أن يزاح عنها وأن تكون في ولاية المسلمين. الشاهد في قوله ولم يخش إلا الله، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، هذا محل الشاهد للباب. والخشية هي الخوف، لا يخشى أحدا خشية العبادة إلا الله جل وعلا. نعم. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. نعم، من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله، امتحن في الله عز وجل من قبل أعداء الله ومن قبل المشركين، ضعف وتراجع عن دينه، تراجع عن دينه وهو يقول آمنا بالله، ولما أوذي في الله أي من أجل الله سبحانه وتعالى فإنه يتراجع عن الإيمان أو ينقص إيمانه بسبب ذلك، وهذه علامة النفاق وعلامة ضعف الإيمان. أما من يقول آمنا بالله ويصمد على ذلك ويصبر هذا هو المؤمن حقا، وهذه حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما قال تعالى جل وعلا في المنافقين ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على طرف، وإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. الأمور تحتاج إلى ثبات ويقين وصدق في قول آمنا بالله، تحتاج إلى استقامة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. نعم، من ضعف الإيمان واليقين أن ترضي الناس بسخط الله، تتنازل عن شيء من أمور دينك رضاء للناس ولو أن هذا يسخط الله سبحانه، فتقدم رضا الناس على رضا الله، هذا من ضعف اليقين، من ضعف اليقين والإيمان. الواجب العكس، أن يقدم رضا الله على رضا الناس. نعم. وأن تحمدهم على رزق الله، تحمدهم على رزق الله، فالحمد والشكر لله سبحانه وهو الرزاق سبحانه وتعالى، وإن أجرى رزقك على يد مخلوق فإنك تحمد ذلك المخلوق على قدر صنيعه، وأما الحمد المطلق والشكر المطلق فهو لله عز وجل. في الحديث لا يشكر الله من لا يشكر الناس، يحمد على قدر صنيعه، وأما كمال الحمد والشكر فهو لله عز وجل. نعم. وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله،
نعم، الأمور بيد الله سبحانه، فإذا فاتك شيء ولم يحصل مقصودك فلا تذم الناس، لأن الله لم يقدره لك وترضى بذلك، ولا تسند هذا إلى الناس وأنهم قطعوا رزقك وأنهم وأنهم، بل اعتبر هذا أنه ما قدر لك، ترضى بقضاء الله وقدره، ويعوضك الله خيرا منه. نعم. إن رزق الله لا يجره حرص حريص. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، مهما بلغ الحرص، مهما بلغت الأسباب، فإن هذا لا يجر الرزق. إذا لم يقدر الله ذلك سبحانه وتعالى، فعلق قلبك بالله عز وجل، وأحسن الظن بالله عز وجل. نعم. ولا يرده كراهية كاره. نعم، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: واعلم أن الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، سوف نستكمل إن شاء الله ما تبقى من هذا الدرس ومن هذه الأحاديث في هذا الباب في الدرس القادم إن شاء الله. حتى ذلكم الحين تقبلوا تحيات مهندس الصوت الذي سجل هذا الدرس، زميلي عبد الله المواش من مكتبة الشيخ بمدينة الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.